فصل جديد من الأحكام القضائية التي يتلقاها عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق. هذه المرة حكمت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على عمران خان، كما حكمت بمثلها على وزير خارجيته شاه محمود قرشي. ووفق ما أفاد حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان، تتمثل التهمة هذه المرة في إفشاء أسرار الدولة عبر تسريب محتويات رسالة سرية أرسلها سفير باكستان لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام أباد. ويضاف هذا الحكم إلى حكم سابق ب3 سنوات سجنا حكمت بها محكمة باكستانية على خان بتهمة أنه باع بطريقة غير قانونية هدايا مملوكة للدولة خلال فترة ولايته بين عام 2018 وعام 2022، وهي الفترة التي انتهت بتصويت برلماني على حجب الثقة به. ولاحقاً ألقت السلطات الباكستانية القبض على عمران خان وأودعته السجن، وهو ما أدى إلى منعه من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات بقرار من لجنة الانتخابات الباكستانية، رغم الطعن الذي قدمه الفريق القانوني للسياسي الذي يعده البعض صاحب الشعبية الأعلى في باكستان. ولمدة أشهر نظم أنصار خان احتجاجات عنيفة بعد اعتقاله أول مرة بتهم الفساد بدعوات مباشرة منه، والآن سيكون على خان أن ينخرط في عملية قانونية جديدة لتفادي حكم السجن الجديد، بدلاً من أن يخوض انتخابات لطالما أبدى إصراره على خوضها رغم المشكلات التي تلاحقه.